على اي اف ام احلى راديو. مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعينا. هذه ساعتنا الثانيه في راسين كاري. جروب اليوم عبد الستار عمامو، مختار رصاع، انس بن مالك، هند شاوش. باهي نمشيو للسؤال الرياضي. شكون الجمهور اللي قال اذا كنت تكره العائله المالكه فصفق بيديك؟ الجمهور رفض الوقوف دقيقه صمت على روح الملكه اليزابيث الثانيه كتعبير على موقفها المعارضه ضد الملكه الراحله والعائله المالكه عموما. منجم كان يكون جمهور ايرلندا؟ ايرلندا لا لا سي مختار، في مش في انجلترا. مش معناها مش لا لا غراند بريتانيا، لا غراند بريتانيا معناها المملكه في المملكه المتحده. اي اي ايكاس ايكاس النادي ونعرف عليهم عادين، نعرف البلاد يا اخي، نعرف نادي النادي هو لا هو سيلتيك جلاسكو. هو سيلتيك جلاسكو. هو انا مش نعرف عن نادي اسمه شكون هو سيلتيك. الحالة هذه صارت في مباراة الفريق الأخيرة في الدوري المحلي وقت كانوا الملاعبية والجهاز الفني والإداري في الملعب يصفق أحياء لذكرى الملكة اليزابيث خلال دقيقة التصفيق هذه اللي سبقت مباراة الفريق أمام مضيفه سانت ميرن في الجولة الثامنة من الدوري الاسكتلندي والتي أقيمت البارح. صاح مشجعو الفريق سيلتيك بصوت مرتفع إذا كنت تكره العائلة الملكية فصفق بيديك. منين جاي الكرة هذه؟ ايه الكرة قولها بالانجليزي. انت فسر لك قولها بالانجليزي ترى. مكتوب if you hate if you hate the queen the royal family so clap your hands. منين جاي الكرة هذا؟ سهل برشا. بتبيع ليكوس معناتها بلاد بروتستانت، لكن في العاصمة في العاصمة متاع ليكوس فما جيالي مش جيالي تقريبا نصف السكان كاثوليك ناسحين هاربين من ايرلندا، من ايرلندا خاصة من ايرلندا الشمالية. دونك فما عداء ما بين تعرف ليغا والبريطانيين. دونك الديربي هذا ديربي مدينة غلاسكو هو ديربي ديني لأنه نادي غلاسكو رانجرز هو نادي البروتستانت ونادي سيلتيك جلاسكو هو نادي الكاثوليك. فالعداوة جت من الحكاية هذه. هما بتبيع جمهوريين ويرفضوا الملكية بتبيع عادي يعني يكون عندهم رانجرز متأثرين بوفاة الملكة والجماهير بالرغم اللي راهو المسؤولين طلبوا احترام وفاة الملكة احترام الوقت والمدرب زاد متاعهم، لكن الجمهور الكل كان يعايد ضد الملكة طلبوا احترام الوقت. تجيب الوقت حتى كتوفة اللي بيصير في ساعتها الأولى كتوفة البوز دونك تجيب الوقت. اسكتلندا تحب ساعة ساعة تاخذ استقلالها. جاوب سمير. يا ما أنا قلت لك سيلتيكس كسيدي كاثوليك. أيه. هم يسكنوا في بلاد خاطر الايرلاند سيدي كاثوليك. لير الايرلاند دو نور. الايرلاند دو سود هذيك الريبوبليك كاثوليك لير مخلطين الايرلاند دو نور ومدينة غلاسكو مخلطة ما بين كاثوليك وبروتستان. شنو هو الرقم القياسي الجديد اللي سجلوه في اليابان في سرعة الانترنت؟ عبد الستار. أكثر من 10 ميجا بتاع تونس. اللي مش موجودين شو اسمه هو ذاك السبيد تيست؟ سبيد تيست ديما عنده حتى علاقه بالديبي اللي انت قاعد تخلص فيه هذه لاحظتها يعني. عنده حتى علاقه يبدا عندك 12 15 20 هو تلقاه ساعات 0 فيرجول. تحيه لسرعه الانترنت والتدفق هذا. شنو هو الرقم القياسي الجديد اللي سجلوه في اليابان؟ فمجموعه باحثين من اليابان سجلوا رقم قياسي جديد في سرعه الانترنت وصلت لي 1000 ميجا مو يقيسوا بالجيجا. جيجا بالجيجا قديش من جيجا؟ اي هذا السؤال. وصلت عملت ان ريكور البلاد هذه. لا قاعد نقول في معلومات انا جاوبت برشا صحيح سامي في البروميير اور دونك تو باش نرتاح باش نخلي انا خلينا لي نحنا هكا هو انا جاوبت برشا من الاول فيدنا واحد بيتا بايت. بيتا واحد بيتا بايت في الثانية. البيتا بايت بايت ليمين ولا بايت ليسار؟ يساوي مليون مليون جيجا. مليون جيجا مليون جيجا. هاي مليون جيجا معنى بيتا بايت مليون جيجا معنى كذولي فيلم تيلي شارجي في ثواني معنى. شو كل فلوس يا سامي كي يكثر الزيروات ماش نفهمها انا. استنى الميجا قد في من جيجا استنى يا عاد ألف
مليون جيجا اي نصور الميجا فيها 1000 جيجا تسل فينا انت اي نسل فيك ما نعرفش ما نعرفش انا اللي عندي هوني هو هوني مانيش يظهر لي الميجا فيها 1000 جيجا متطلع متطلع كبير فيه 20 ميجا سي 20000 جيجا هوني نحكيوا على مليون ايه مليون فصائنا كما قلت مليون جيجا عندنا مراح ببتنا الله يذكرها بالخير ببتنا وجارتنا توفى زوجها وهي معناها كلي مرة في دارك وشيء جاءوا قالوا لها راو سفلين جينا شوفوا راو سفلين خلالك مليار في البنك قالت المليار هي أقل من 100 دينار ولا أكثر من 100 دينار من هي أقصى سوم تعرفوا هي 100 دينار زرويت كرماش تفهمها معك ولا أبسطر الانترنت خاطر ماشي في منحة آخر في عدة دول تشوف هذا معناها لي ريكور هذوما تقول بون شيء مهول ما بعد هذا على هذا يلا هذه انفو ترافيك مع جهنا مع من 5 ل 7 متاع العشيه راسين كاري مع سامي بن نور على اي اف ام احلى راديو رجعنا في راسين كاري اثر علينا اعذروا تقريبا جهلنا بالامور هذيا ساعات التقنيه معناها ولا انا يخلطوني الجيجا والميجا والبيتا انا مش كنت تحب الجيجاويت جوستومون ساعتي في بالي بيك ما تحب اون بارل با دي ميم لا مش خايف جيجاويت فهمتها تحيه لاسامه يقول لي غلط يا سامي قل انس مانيش انا قلت راه هو ساله سالت خليناها بحلوله On attendait les réactions. Donc, on a fait. Je crois que l'alf. L'alf méga. L'alf méga. Il joue giga. Il joue. L'alf méga, il joue 1 giga. Oui, mais tu as un million giga. Tu as un milliard méga. Le Japon, tu as un million giga. Tu as un milliard méga. 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 شكرا لكم على تفاعلكم بطبيعة الحال حاجة نجم كانت تسعدنا لتفاعلوا معنا وشكرا لك صديقي أسامة أسامة سولة شنو اسم أول عرض فني صار في تاريخ المسرح البلدي في تونس إذا ما تجاوب عليه كان أنت ولا سي عبد الستار عندها 20 سنة الحكاية يا ما شاء الله احنا ليلتها مستدعينا العشاء الحق الحق كي قلت لنا سيدنا نوح حكاية بتاع الجلجب احنا يا ولدي خلي الأمور تمشي بسلاسة يرجع تاريخ تأسيس الرمز الثقافي والمعماري الأعرق إلى 1902 نوفمبر بعد عمليات تشييد استغرقت مش فيدر سنتين لا فيدر كرتاش نوفمبر 1902 عمل ايطاليا ظهرني حاجه هو ايطاليه هو ساعه المسرح هذاك مسرح للموسيقى للموسيقى لو كان تشوفوا ال 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 معناتها الحاجات الديكوراسيون تاع كل الات موسيقيه لي شابيتو تاع العرس اللي شادين الواحد دي انسترومون قام دي ماندولين سيتار حاجات كيما هكا والفوق في القبة حاطين برشة دي كانار أي معناتها بط كانار باللغة الفرنسوية معناتها فوس نوت أي وهي هي سي دو لومور معناتها أي 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 لازمك تقراها دوزيام دوغري هذه فوالا باهي أطلق المهندس المعماري الفرنسي جون إيميل شكونو هذا؟ حكيت عليه المرة اللي فاتت اللي ينسب ليه وضع التصميم الفريد للمسرح على الشكل الهندسي والمعماري للمشروع لا بومبونيير ريسبلوندي على خاطر الهندسه الداخليه اكزاكتومون تاعو تشبه لي علب الكراميل او الحلوى ذائعه الصيد في اوروبا وقتها واللي بعد يوليو كلهم حكم تاع خياطه ولا تاع دواء اكتسب المسرح سورتو كواليتي ستريت ذكرها هذيك سامي الكل حطوا فيها كل الخيط والمحلاهم مش كيما توا الخدم كانت شكلها هكا ما مقبة اي ما يحكي عليهم نتاع الحلوى على الكواليتي ستريت هذيك اساسي سيو خاطر الكلنا انا التوا عندي لا لا ما تفاسون ما يبيعوهاش في تونس في تونس يبيعوا فيها انتو كان كان الوالد الله يرحمه كان يجيب لنا من فرنسا ومن بعد عندك ضعف عندي ضعف كبير كملها يعني اكتسب المسرح البلدي بعد افتتاحه الاول سنه 1902 صفه كازينو تونس واحتضن بالمناسبه يا عبد الستار اول عرض فني في تاريخه اللي انا قاعد استنى في شنو هو العرض حاجه تليانيه
ليه كان يتسع وقت تقريبا 850 متفرج توا 1200 كيبدا معبي باللعب الفوق في تياتر يسميه البولاي والسترابونتان ابناك ليه مش سترابونتان ليه حتى يتحلوا السترابونتان كل شيء مش يولي الف انت مش شديتش مدير مسرح البلدي ليه انا ما عملت فيه برشا ما رجل مدينة وغيره الاوركستر يهز 330 بقعة البرومي بالكون يهز 180 والدوزيام بالكون 180 هذوما بلاس يوتيل وفما الفولاي الفوق نعرف عروض لطفي بوشناق بعنا حتى 1000 تذكرة كل في الكل معناتها اكثر عروض تباعت 1200 معناتها كي يبدا شو العرض الخارق في مهرجان المدينة ما تخليكش شفت سي مختار اي الحمية المدنية لظروف معناها امنية ما تخليكش شنو هو اي وسلامتي شكون العرض اللي اكثر اقبال يقص ديما يقص ايه بصح سلامتي سختو سلامة المعلومات هي تو اللي تستعمل الكلمة ذي اي مش مشكل سيكوريتي العرض الاقوى في مهرجان المدينة اللي قعد لك يعني هكا في مخك العرض نتاع سيزاريا ايفورا محلية. والعرض نتاع جورج موستاكي وفما واحدة مهاش معروفة نسيتها واسمها مهاش معروفة بالكل إنما عندها تغني مش السورية هذه لا 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 واحدة فرنسوية تغني دون زان أوتيل لكن جابولي التسجيل نتاعها سمعتها تغني بياف حبيت نعمل أوماج لديت بياف تعمل عرض أنا بدي قعدت بها المسرح معبي وغنيت بياف وفي الوسط عملت أزنابور غنية والاثنين لأزنابور سيتي سواري ميمورابل وعندك جورج موستاكي وي وي سيزاريا فور سيزاريا فور اكزاكتومون بغي حط لنا غنية بعد نعملوا شوية فوسكا بسيزاريا ما كنتي باقي تختار انت ديكتاتور وتختار الغنية فوالا مانيفيك سوداد جادور سوداد خليها سيدي سوداد هذه لا ديفا او بي نو سيزاريا فور وسط العرض وسط العرض تشرط علينا كيف سيجارو تك على على البيانو تعمل سيجارو واشياء اخرى كلمت الحمايه المدنيه قلت لهم حضروا روحاتكم على ما يواتي خاطر المسرح الكل ملوح اي اي والغبره وقديم مع كلاني هذا تسعينات هذا لا 2004 حاسيلو شوف حضروا روحهم في حكيت كيف السيجارو فلتناها توفيت هي خسارة أيه. الله يرحمها توا دي ميل تروا فما حفلة زاد حضرت لها طيارة برشا حلوة برشا صباح فخر لا فما جروب لبناني اسمه حنين أنت كوبانو حنين حضرت له أنا حضرت حنين إيسون كوبانو وقتها خرج ياسر أنا حضرت له أنا حضرت له حتى أنت زاد ما تلاقيناش وقتها والعروض هذو اللي قلت لك عليهم نتاع سيزاريا إيفورا ونتاع حنين ونتاع كلهم عملناهم نهار نعملوا حفلة ونهار الثاني نعملوا حفلة من 10 نصف الليل ومن نصف الليل النصف الماضي ساعتين نصف الليل رمضان وقت رمضان ايه. رمضان في الشتاء وقتها الأوبرا هذه رمضان كان في الشتاء اي طبعا أوبرا مانون للفنان جيل هاسنت نحب نحب نعمل ملاحظة حاجات تقدموا أول حاجة قدمت المسرح قال من المفروض يكون عروض إيطالية لا ما تعرض حتى ما تقريبا العميل الاولاني ما تعرض حتى حاجه ايطاليه في المسرح البلدي كان فما تياتر روسيني روسيني وعلاش عملوا الفرنسيس المسرح البلدي خاطر تياتر روسيني اقدم منه اللي هو البالاس تو المسرح السينما تويكا وجميل برشا كان وكان حتى هو مازال السينما ولا تنحى مازال وكان كان توا اوفران كان فيه تروا اوفران كان فيه الواحد نتاعو كنا متقدمين كمان الستار نتاعو وحده تابيسري كان من اجمل المسارح اللي كنا متقدمين على كنا متقدمين اللي كانوا يبنيو متقدمين مش احنا طليت اي البلاد فالماريوم كان تروا اوفران كوليزي تروا اوفران شو ما انت بتفرج فيلم وضو في الصيف في الليل يتحل الهواء خاطر سخان الكهرباء هاي فمش كيف هيك ويفالي اكسبلوتي في الصيف معناها وقت اللي يبدا الدنيا يصير اكسبلوتي الاسباس
هكا علاش يعملوا له تيتوابون على كان جميل على كانوا هذوك ما يعديو فيهم المسار الايطاليه والطلين كانوا يرفضوا باش يعديو حاجات والعكس بالعكس يلا هذا صوت جميل ياسر من تونس حيات برشا حفلات مزيانه زاد ألفة بالرمضان اصحاب عسيمي بن نور على اي اف ام احلى راديو يا فام احلى راديو مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعينا 6:34 دقيقه في راسين كاري كنت تقول لي سي مختار انت تبارك الله تعديت باداره مهرجان كارتاج 2018 كانت مبرمجه ألفة برمضان اللي سمعناها في اصحاب وكذلك هل السؤال اللي كنا نحكي فيه في الاوف هل يكفي انه عبد ضربك كيما ثلاث دقات ولا باش انه يتبرمج في كارتاج هذا ديما الناس عندهم ريزيرف عليه يقول لك يا اخي باش يجي لازم يكون عبد كونفيرمي عنده ريبرتوار نجم يغني انت كنت تشوف عكس هذا يقول بالنسبه لابو ثلاث دقات معناتها كان فينومين دو مود اي شنو كان الاغنيه هذيك والكليب هذاك عمل احسن مثال سي مختار نذكرك انه هو السيد هذاك عنده 30 اغنيه اي غنى واحده برك على كل هذيك اللي نجحت له سي مختار على التوب اي على التوب هذاك اي معناته مش معناته الاخرين ما يتسمعوش هو في الاصل المهرجان تعمل تثقيفي هو سي ان جونر نوفو نون لوكراتيف سي ان جونر نوفو اسمع حكايه هذيك تثقيفي ما هكا اسس نتاعو تعمل على الاول هذاك يا على الاول تثقيفي شو يمنعنا نحافظوا عليه المدارج تاع كارتاج وقت اللي كانوا يعملوا فيها عروض ثقافيه بحته ما كانش دريني بالي فول ساعات بعض العروض تبقى من بعد خذا منحه في اخر الستينات واول السبعينات نتاع فاريتي مراوحة مراوحة فيهم ما بيناتهم معناتها تلقى شكون جا وقتها تلقى ديبي دو زاني 70 مريم ماكيبا مثلا مريم ماكيبا جيل بيربيكو جيرار لو نورمان جيمس براون هذوما ورجع جيمس براون 97 وفي وسطهم فما عام 90 سمحني زاد 2000 انا اللي نعرف برشا عام 2000 لا 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 كون جيمس براون سمحني. عملت وانا عام 97 فوالا جيمس لا سواغي كان لوريزون اي انا مشيت له عام 2000 في كارتاج مارسيل خليفه جا برشا مرات لا 2000 يا ودي سبعة على جزوز انا لا لا جاء قبل وقت قبلوا بورقيبه كنت هذيك قديمه عام 74 ولا 72 اما 97 حضرت لها 97 لا سواري كانال اوريزون هذيك لا فما سواري كان بعتها انا كانال اوريزون فوالا ذكرها وحده مهرجان كارتاج ان توكا لا نحكي مثلا اسامي عديده تعداو مشيت قاعد قدام وانا الاولاني انت صادق 97 هاي 97 هذاك هاي ولد نهار 28 نوفمبر 1926 الله يرحمه وتوفي في 19 سبتمبر 2018 نشأ انطوائيا ولكن الانطوائية والخجل لم يمنعه من التمرد على أفكار عائلته الأرستقراطية اللي رفضت خدمته للفن والده وأعمامه شاركوا في ثورة 19 وقتاش توفى 2018 مصري هذا عمام وويلد ثورة سعد زغلول ضد الاحتلال البريطاني مش سعد زغلول ثورة عرابي لا 19 عرابي عرابي باش سعد مزاق سعد زغلول هو الزعيم الزعيم اما الجنرال معناتها العسكري اللي عمل الواحد هو عرابي والدته اصولها من الصعيد وعمته هي الناشطة الشهيرة النسوية هدى شعراوي تجيب تصور معاه لتونس تقول لك رشحه المخرج توغو مزراحي لتقديم مشهد مع الفنانة ماري منيب في فيلم جميل الثلاثة هو جميل راتب عائلته أصرت على حذف المشهد هذايا اضطر إلى الموافقة على قرار أسرته بدراسة السياسة في كلية الحقوق الفرنسية في مصر 45 وسافر بعد لفرنسا لاستكمال تعليمه وجود جميل راتب في فرنسا خلاه يختلط بالفيلسوف الفرنسي جون بول سارتر وعديد المؤرخين كذلك مدخم كان جاته الفرصة في شيش خان باش يقدم شخصية رئيسية في فيلم ترابيز 56 في العام نفسه كانت أول بطولة مطلقة ليه في فيلم مصري قدمت بطولته نجمة فرنسية وهي كلود جودار أنا الشرق وبعدها شارك جميل راتب في أفلام عالمية مثلها كيف لورانس العرب وشارك بالأداء الصوتي في فيلم عمر مختار لشخصية الضابط الإيطالي توميلي والفيلم الفرنسي ارتكاب جريمة قتل تغيرت حياته
حين عرض عليه المخرج المسرحي كرم مطاوع تقديم دور رئيسي في مسرحية دنيا البيانولا، وبعد رشح لفيلم تلفزي عن حياة الفنان المصري كمال الخلعي وهي الشخصية اللي فتحت له أبواب التلفزة والسينما، لم يمنع استقراره في مصر من المشاركة في أفلام كبيرة، فشارك الفيلم المغربي كش ملك اللي تقاسم بطولته مع شريهان يظل إخراج رشيد فرشيو، والفيلم التونسي شيش خان، وفيلم سيف حلقة الواد لفريد بوغدير قبل وفاته بأشهر ظهر ضيف شرف في مسلسل بالحجم العائلي وهو على المقعد المتحرك. أكثر حاجة أنا شدت انتباهي في مرة في حديث لي وكذلك صحفيين بصاروا يحكيوا عليه جانب الإنساني عن جميل راد، حاجة كبيرة يعني، رجل متميز مع جميع النواحي، كلومباتية ذيك اللي ما كانتش محتاجة أن يكون هو من الناس الفقراء ولا المسحوقين باش يحس بالعبادة ذوك. هما فما اثنين معناتها كيون دوميني، أنا على معناتها من وجهة نظري أنا، عندك مرسي محمود مرسي وهو عنده مضخامة في صحيح. في التمثيل وأحمد مظهر حتى حضور بيك مظهري إيه بو. حتى أحمد مظهر زيد مختار حتى أحمد مظهر مش دوني ولي هو شخصيا قالك يعجبوني يوم راهو 19 زغلول ثورة 19 زغلول يودي مختب زغلول هو 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 الزعيم ثورة عملها عرابي عرابي في 1800 في قرن 19 1880 اي دو توت فاسون بالنسبة استنى الزميل بالنسبه لسي جميل راتب، نعرف اللي جاي شارك علي بالحياة في مسرحيه في تونس قبل خاطر تلاقاو في باريس، تلاقاو في باريس ومعنا كانوا صحابه هذيك، وجاي معاه جاي هنا وشارك في مسرحيه والله نسيت شنو هي بالضبط، اما شارك في مسرحيه فرقه بلديه وقتها مسرحيه بالعيد سي جميل راتب فجاي معناها شارك في مسرحيه تونسيه معناها ويبدو ان ذيك باللوي سيتي دون لي زاني 60 مع سي علي انت علاش تقول ثوره عرابي وهو الزعيم اللي قاد الثوره ذي هو سعد زغلول 1919 يقول لك ثوره تمني ثوره زغلول لا ثوره لا معناها هذا تخلط شويه حاجة في تاريخ سعد زغلول ثوره عرابي في القرن 19 1885 85 باهي تنثبتوا من هذا مش تول المنجا ثبتنا من هذا مش مشكلة ثبت باهي نمشيو لي في خصوص جميل راتب كذلك اللي هو الفترة اللي عداها في فرنسا كانت ياسر بينيفيك بالنسبة لي وي وبأنه رجع بعد ظروف عائلية لمصر وبعد كرم مطاوع قدمه في المسرحية ديك وخذ أعمال أخرى مثلا كان مرشح مثلا لعديد الأفلام اللي تبدل فيها الكاست بعد ولكن تتذكر له زيادة أنس متأكد أنا أنت كنت تتابع برشا المسلسلات الراية البيضة الراية البيضة ذاك اللي فيه بيع الجملة المعروفة متاعه مع سنة جميل سنة جميل حاجة سمية الألفي وسمية الألفي أي يا ما هذيك سنة جميل وقت تمثل دور زوجته نو لا تمثل دور معلمة وهو زيادة شرير فضل مع الداوي فلا فضل مع الداوي أي وعنده زاد الفيلم اللي نحبه برشا نقول لك انا ما فيلم من احسن افلام مصريه اللي تفرجت فيها هو واحمد زكي وسسمه صفية العمري اللي هو البدايه اللي تبيح بهم طيارة في الخليل يبنيوا مجتمع وحيد سي مختار احمد عرابي تولد في 31 مارس 1841 توفي في سبتمبر 1911 جوست توضيح يعني به السؤال يقول وعلى الخديوي اسماعيل ولا مع الخديوي فما شقق موجوده في مكان في العالم تسمى بشقق النانو او بقبور الاحياء في هونغ كونغ في هونغ كونغ انا شفت عليه دوكيومونتير دخ تجيك غصره كي تراها القجره ذيك قبر حشاي انا في الشارع وتبداش الا 50 نقط في الشارع انا نحب نقول لكم حاجه في هونغ كونغ وفي اليابان وكل شفت حاجات سورتو في اليابان اللي هما يفجعوا تمشي لوتيل في بالك اللي فما اكبر توم تاع سويسيد نتاع انتحار في اليابان الوتله نتاعهم سامي عاليين وديسان كيتوالي هبلوا كل شيء ما عندهمش شبابك شبابك ما يتحلوش غسره تجيك ضربتني غسره كي مشيت عديت ثلاثه اسابيع في الكوب دو موند في اليابان كوب دو موند وقتها يابان وكوري
كنت مستدعيه معناها عديت 3 أسابيع في البعثه الرسميه. من الناس اللي جوك استدعوات تاع الكوب دي موند. اي استدعوني في الكوب دي موند عديت 3 أسابيع في اليابان. مثلت المراه التونسيه احسن تمثيل. مثلت المراه الرياضيه خاطر استدعوا زياد تلمساني تحيه ليه كبيره. لعب في كوبي. لعب في كوبي 3 سنين ويتكلم الياباني وانا كممثله الرياضه النسائيه ونتكلم ياباني وانجليزيه. دونك تتكلم ياباني. اي ما مش نقول حتى شيء. خلنا نحكي لك على خاطر انا قعدت غاديك سامي 3 أسابيع ما نكذبش عليك تولي كلوستروفوب ما عادش تتنفس راهو الخزين ما فماش خزين فما ريدو صغير وتتعلق فيه حوايجك بالحق لا غاديك غصره المشي نتاعي نتاع اليابان كانت غصره سيغ سو بلون مي باغ كونتخ الماكله عجبتك لا بالحق انا ما ناكلش اللي يخرج من البحر الكل وفما 3 أيام جيت اليوم الثالث دايوغ عندنا نقاط اختلاف انا وياك اي هذاك اسمع اللي تعرف يا سامي قعدت 3 أيام ناكل في الكلاس بتعرف باش بالكورن فليكس 3 أيام جيت لزياد بعد قلت له زياد في كوبي توا حومتك هزني ناكل حتى بيتزا شهية بيتزا عندهم الحمد لله كوبي اغلى من الحمد عندهم الحمد كوبي استنى نحكي لك لا انا نحكي لك في كوبي توا اما مشينا لاويتا ومشينا بالكيوتو ومشينا برشا بلايص فين لعبه فين لعب المنتخب فما بلايص تدخل لهم فما كان الحوت والمشتقات سين كلتور كامل سين كلتور وانا ما ناكلش اللي يخرج من البحر الكل معناها انت ما تاكلش الفخويت ميغ لا حوت لا شيء لا حوت لا حتى شيء دونك هبلت قلت لك 3 أيام ناكل في الكلاس في الكورن فليكس اختيار ولا لا لا ما نحبش ريحته واسمع مستيريه راني معناها ما نحبش نقول امام بلاد البحر معناها ما عندكش احساس اللي تتوغات كاك شوز يعني قالوا لي برشا ناس اي كومبري بابا الله يرحمه ما نعرفوش لا نحب لا عندنا كوسكي بالشركه ونتاعنا مستير ما ناكلوش اعطيني كوسي بالعصبان تقول لك كل وزف انت سي مختار ناقص حي الكوسكي بالمناني معناه انا بالعصبان ابو بالعلوس ساعه والمناني بعد ولا كيبدا كومبلي بواسون كي بني الله الله بالبوري هاي يعني. بالبوري وقته قريب هذا انت زاد انا على توس كيف ريدمي خاصه تنسى انا وياك سالاد دو بول بالور لا احسن حاجه عندي عب ستار بطبيعه الحال كيفك ماكل الحمد لله هم يحب يعوم في البحركه هذوك زوز عندك على اليمين زوز بريين وزوز بحريين وين معاك انا بري وهوائي وكل شيء ما مش الا البحري يعيش برشا ناس معناها كثيرين في هونغ كونغ المدينة الأكثر ثراء في العالم في الشقق ذي المزدحمة للغاية وهي شقق النانو ذي ارتفعت المبيعات بتاع الشقق ذي ومصطلح لوصف منازل صغيرة في هونغ كونغ أصبحت تشكل واحدة من بين كل 8 منازل في المدينة هذه والتي تعد أغلى سوق للعقارات السكنية في العالم هوك عليه 6 مليون البوس بتاع التليفون صغيرة نعطولها لنانو بوس لنانو الصغيرات لنانو ميدسي ولا نانو اللي يعني جو البالي حتى انا قجر هذا اكبر من هذا ما اكبر شقق الاخرى قجر حاجة اخرى في 10 ثواني كنشوف وين يدفنوا في سوسريت بلاس فما سوسول فما سوسول الرابع والخامس والسادس والثامن غذيك الجبانات بتاعهم في حاجات صغار صغار ويدفنوا ما عندهمش بيبن يلا نمشي وليا فترة خيكة هذه جهنة راسين كاري مع سامي بن نور على اي اف ام احلى راديو يلا بدينا في سؤالنا على الشقق النانو ذوما نكملوا بلومبرغ أظهر تقرير لها أنه 13% من العقارات اللي تباعت في 2019 كانت مساحتها تقل عن 260 قدم تقريبا 24 متر مربع أما يقل ربما بشي تقارك زوز كراها بذيك هي المساحة ومقارنة مع 2010 عندما كانت تشكل الوحدات هذيك كان 0.2 ولات بعد 20% بطبيعة الحال هل هذا الكل تصدرت هونغ كونغ قائمة أغلى العقارات السكنية بين مدن العالم متفوقة على مدن أخرى كما فانكوفر ولا سيدني مالبورن ولا سانجلس صغير من أغلى الدول من ناحية هي جزيرة المعمار. صغيرة فمش بقعة سيبوكساس اكسبليك فما اكسبلوزيوم معناتها عمرانية والحاجة الثانية العمال خاطر فما عمال أجانب يخدموا فما عمال معناتها سكان هونغ كونغ ما يخدموهمش العمال الأجانب من جنوب شرق آسيا التايلانديين والفلبين بشكري كما يقولوا يخدم ب 3000 دولار بشكري ب 5000 بشكري ب يكري الليل ساعات شيء يسكن في النهار وشيء يسكن في الليل اي هاك الصندوق هذاك يتبادلوه يكريوه ب 500 دولار وزوز 500 يتخصموا اي وي يلا باش يفضلوا ويبعثوا العائلات وي ريت التضحيه وي
شفت الصوره سي سامي؟ يلا هي تصويرتك انت؟ لا تصوير جميل راتب. ولا ما ثبتشكم بحدي انت؟ انا وجميل راتب. الله يرحمه. الله يرحمه. سي ان غران غران كوميديان. غزلو كانوا طفل صغير متصور بحدها غزلو عينيك. انا نطلب منك ان تنحي كانه. بالنسبه انا مش كان اي مش كان هاكا ذاك هو على الانستغرام تاعي بيان سور تنجموا تعملوا ابوني وكل شيء. هاي درجي اللعب. درجي اللعب سي مختار سؤالك شكون الحيوان اللي يعمل حتى حس وكان صون؟ الزرافه. الزرافه السؤال الثاني كهاوي لا يزيد سؤال اخر نرجع لك نرجع لك فما اكتشاف علمي في ميدان الجينات صار المده الاخرى شنو هو الاكتشاف هذا شنو هو الجين اللي اكتشفوه اكتشاف جديده جين اكتشفوها معناتها هي موجوده بطبيعه في بدن الانسان في الخريطه الجينيه الانسان هذا الانستيتو ماكس بلانك هو اللي اكتشفها في المانيا انستيتو في المانيا دونك لي ريفيو سيانتيفيك ليمات قاعدين يحكيوا على الاكتشاف هذا وهو اكتشاف مهم جدا شنو هي الجين معناتها يسبب شنو هو الجين يسبب مرض اكتئاب لا مرض هو يسبب مرض لا لا ما يسبب بالعكس باش نعطيكم انديس يسبب حاجه ايجابيه يسبب حاجه ايجابيه جوست توضيح صغير انه ماكس بلانك هو فيزيائي الماني اي هذا الانستيتو سمع عليه الانستيتو معني حاجه شعوريه معني فرح كما الفرح لا 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 نزيدكم انديس اخر الانسان الانسان اي هي الجينات تخص الانسان اي الجين يعني هي الجينات مجهوله وقع اكتشافها ولا اكتشفوا وظائف اخرى للجينات هذه الانسان عنده ملايين الجينات كيما معناتها الكائنات علم كامل الكائنات الحيه الكل الخريطه في الخريطه الجينيه نتاع انسان اكتشفوا جين تسبب في حاجه تسبب في تغيير ما عند الانسان ايجابي ذكاء برافو سامي الجين اللي تسبب في الذكاء في القطيع الاول من الانسان اللي علاش على الشمبانزي علاش معناها تعدل الهومو سابيانس وهو ناتج عن خطا تعرف فما كل جي سي دونك كي تعاود جي جي سي في الجين هذاك بالضبط فانتج عنه ذكاء الجينات الذكاء زادوا عند الانسان انسان بما فيهم نيوندرتال لومو سابيانس احنا ونيوندرتال اللي انقرض دونك صار عندهم الجين هذا اللي ما نلقاوش عند القرده العليا الذكيه الشمبانزي ولا والتفسير التفسير مرضى مرضى خلل خليه مش خلل واحد هو خطأ خلل 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 اللي نجم يعطيك حاجه بين يعطيك حاجه 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 بين اعطاه هذا هو المتسبب من 7 ملايين سنه هو قطيع من القردة العليا اللي صار فيها التبدل هذا باش ولا الانسان هذا حسب الرواية معينة هذا حسب العلم اي الرواية الاخرى تخص الذكاء نتاعنا اكسيدون اي اكسيدونتالمون اي هند انا كالعادة نرجع للميدان نتاعي اللي هو الرياضة الميكانيكية وباش نسالكم سؤال في الفورمولا نحب نقول لكم شكون نحي الفوسكه نتاعك انت عايش لا لا ما نخاف منك انت لا لا الوغ اول شامبيون دو موند نتاع فورمولا شكونو ومن ما بلات فرنسي لا الماني اوروبي هو اوروبي انجليزي لا مش اوروبا الشرقيه سكيس اوروبا سويسري الغربيه لا معروف برشا وبرشا حاجات توا معناها باسمو فيها اسمو شنو لي زاني وقتها زاني فا هذا لا لا في 1950 هو بروميي شامبيون فورمولا دونك فما حاجات معروفين باسمو اي فما حاجات اللي فما الاسم نتاعو تلقاه موجود للي يفهموا في الكراهب بنجموا يلقاو اسمو لا باشي قلت لا لا قلت المانيا قلت فرنسا قلت انجلترا قلت سويسرا لا شكون اخر بلجيكا لا همشي نزيد نقربكم بلاد نحبوها برشا احنا إيطاليا. هولندا صحيت ايطاليا ايطاليا ديجا هذيا شكونوا شكونوا على اسم مش على اسم ماركه لا لا اما في برشا ماركات فما الاسم نتاعو تلقاهم الديزاين نتاعو ولا حاجه كيك قربت لكم برشا عاد هكا كوبي لا لسعه كوبي لا لونغوشا
لونغوشار لامبورغيني جوزيبي فارينا فارينا آه. فارينا هاي مرة طيبنا بالفارينا لا لا بالحق. لا معروف مقطوعة هاي تصويرة على باج اف ام فوالا وتلقاو ساعات بينين فارينا كل الواحد ديزاين وكل شيء مكتوبة باي بينين فارينا نتاعك خليها في دار مقطوعة هي تو دونك حافظ رجعت رجعت الحمد لله على ذكر الكرهبة باش نعطيكم سؤال انا فما سويسرا عملت كرهبة واحدة باشتراك مع فرنسا اسم الكراب الماركت ممنوع سي مختار اسم الماركت مش موجودة مش موجودة مش موجودة قررت بيس دو كوليكسيون تولي كانت فما واحدة تدور في تونس في السبعينيات اخر الستينيات شنو كانت عند مات فيها واحد ان جران فيلوزوف معروف اللي هو ألبير كامو عمل بها اكسيدون فاسيل فيغا فاسيل فيغا سويسرية سويسرية عملوها بالاشتراك مع الفرنسيس ما عودتش سويسرا من بعد وفين ميت بها فاسيل فيغاز ميت بها فين في اكسيدون فين البير كامي في فرنسا, فرنسا. ليه عليه نجم يكون عمل الاكسيدون في بلاصه هو, هو مش مولود في فرنسا الجزائر اي معنى علاش قلت لك السؤال نتاعي معنى شنو نجم يكون لا 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 تنجم تسرق كي اللي تحب وحنا نجاوبوا هاكي عايش بارك الله فيكم جريده كومبا جريده كومبا D'accord. C'est bon à savoir. Absateur. Mais اليوم وقع تشيع عثمان جلالة إليزابيث الثانية ملكة ملك إسبانيا. ملكة من إنجلترا ضايعة المملكة المتحدة. شكون هم الحيوانات اللي وقع إعلامهم رسمياً؟ كلاب. الكلاب نتاعها. لا. ولا حصونيا. حصونيا. شو هم الحيوانات وهي هو تقليد. تقليد انجليزي قديم وموروث حتى من في وقع اعلامهم رسميا بوفاه السيودة لا لا عندهم لليون لليون في العالم انا قريت لي قالوا للكلاب اللي ليه ليه ذاك الكلاب اللي مربيتهم مش مربيتهم هذوما كل لي بيجون اللي في هذا كل ما يموت الملك كل ما يموت الملك ولا ملكهم حتى صبر. مش ملك البلاد يموت ملكهم يلزم اعلامه وتقاليد تقول اوروبيه قديمه وتقول سينو ما عادش يموتوا هما زاد ما عادش اللي هو اللي هو جون تشابل اللي هو الليهي بال 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 بالحيوانات هذية مشالهم اعلمهم 48 ساعه بعد وفاه جلالتها اعلمهم وفاتها وحط عليهم حط قعدوا يبكي ولا حط على المكان نتاعهم حط دي بون حوت شنو هما حيوان طائر حيوان قلت بيجون صغير قال لك ليه مفيد جدا زيب نحل 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 وقع عندك اعلان النحل النحل الملكي خاطر هي سلاحين يعني يمشي يقف قدامهم قدام الصندوق يعلمهم باوفيسيالمون خاطر عندهم ما يخرجولوش وقت النحل عندهم لاغين خاطر لاغين عندهم تقليد ملكات في بعضهم ملكه ايوه عندهم تقليد قديم في اوروبا معناها في برشا بلدان اوروبيه معناها قاعد الانجليز ما تعب محافظين انه يقول لك النحل كي يبدا ملك على ملك شخص حتى مش ملك معناها ملك شخص كي يموت الشخص هذاك هو يموت معاه لازم يعلموه وقل وقال له راك تويك راهو الملك الجديد باش يرعاك ويحميك ويرد باله عليك مش يقعد هما يعطيوه في العسل الباهي قاعد ينقص في العالم ايوا ينقص العالم كامل وي يلا غدوه نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده من غاسين كاري هذه ملك لافيدي في الميتيو والاخبار وبعد سبور بلس ما تنساوش موعدنا غدوه في راسين كاري نفس الوقت كونوا اوفياء لي اف ام احلى راديو